هنا ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية، وهنا مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط. هي مشاهد من سلسلة احتجاجات متكررة أصبحت تشكل ديكور للشارع المغربي بعد صدور قانون المالية الجديد الذي أثقل كاهلاً مغاربة، وإعلان حكومة أخنوش رفع الأسعار بالنسبة لكافة السلع والخدمات، وصفها نشطاء بأنها جاءت تحت شعار أزمة التشريع في المغرب وسؤال حقوق الإنسان. يعكس قانون المالية 2025 الفشل الحكومي للاستجابة لمختلف مطالب الشعبية التي تواجه مجموعة من الأزمات، على رأسها ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع كذلك نسبة البطالة، ضعف القدرة الشرائية، ارتفاع الأسعار، نسبة كذلك التضخم، تراجع ما يتعلق يعني بالقطاع ديال التعليم وكذلك القطاع الصحي. التطورات الأخيرة جعلت نشطاء وحقوقيين مغاربة ينتقدون سياسة المخزن التي يبدو أنها كيفت على حساب شعب مقهور يغرق في مستنقع الفقر المدقع وويلات القمع وغياب العدالة الاجتماعية. وهنا تبرز خطايا وعيوب نظام حكومة أخنوش، وهو يسير بخطى ثابتة بالمغرب نحو الهاوية من خلال تكميه أفواه المناهضين للفساد والاغتناء غير المشروع ومنع النيابة العامة نفسها من تحريك أي دعاوى قضائية متعلقة بالمال العام دون طلب رسمي ضد لوبي الفساد. ارتفاع أصوات من طرف الفاعلين النقابيين وكذلك الحقوقيين للاحتجاج وكذلك للدعوة أو دعوة إلى الاحتجاج ضد كل هذه التحولات التي تشهدها بشكل مضطرب، تشهدها هذه يعني الحكومة وكذلك هذا التحول الممنهج من طرف القصر في علاقته مع الشعب المغربي وكذلك في علاقته مع المطالب الشعبية. ووفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط وتصريح رئيس جمعية حماية المال العام، فإن الحكومة المغربية جمدت الاستراتيجية الوطنية المغربية لمكافحة الفساد وأغلقت كل نقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع وإهمال دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد أن تفرغت الحكومة لتسفيه عملها ومهاجمتها عبر برلمان يبدو هو الآخر بدون مهام. قدمنا طلبا للنيابة العامة لفتح تحقيق على ضوء تقرير لمجلس الحسابات. قيادات تستثمر في الريع والفساد وغير مستعدة للتنازل عن مناصبها بأدوات ديمقراطية وغايتها دفع المغرب إلى الهاوية. تصريحات وصرخات تتعالى من كل حدب وصوب في وقت استحدث نظام المخزن مشاريع قوانين تعرف مجموعة من الاختلالات، منها تكريس استعباد المواطنين المغاربة والإمعان في الاعتقال التعسفي، ما دفع بجبهة المعارضة لهذا النظام إلى التوسع يوما بعد يوم والمطالبة ببتره من جذوره لأنه أصبح نظاماً خارج الخدمة.